السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مكان جبت ابنه ونمنا من نور السيكة. أزلك النهاردة النهاردة طبعا مع سلطان. سلطان طبعا ده كلب بسم الله ما شاء الله عليه، شرس خالص وفي الطاعة حلو. على ده طبعا الطاعة وشراسة مع الكلاب وكرسي طاعة وشراسة. كرسي طاعة وشراسة كلب بيسرح له كل يوم، كلب بيسرح له كل يوم. ده له خوي طبعا، عارفين مين اللي سرح له؟ الفجأة الكبير خالص اللي سرح له مزيات. ايه مزيات؟ عامل ايه؟ ايه مزيات؟ عرفتني يا ياسين انت ده كنت كل يوم عندي معاك يا مزيات. ماشي يا ياسين، ايه المشكلة يعني؟ توحشني لما بنروح البيت بنجي لي شغل تبقى وحشني. برافو سلطان، سلطان ده كلب حلو. لسه مزيان سلطان كويس. كلبش بحر سلطان الكبير، سلطان اكبر كلب شرس عندنا في السلطان. ده قالوا خالص لما لقوا الكلب، حاجة حلوة أوي لما نلاقوا الكلب. بس حلو كده، حلو كده. ودي طبعا الكلب بيسلي بيقف هنا، الحديدة بتاعته اهيت بيربط فيها. فكرنا تلاقوا الكلاب، ده العمر اللي جوه بس تلاقوا فيه الكلاب اهو. الكلاب دي لازم تخش تسيبنا على قوية وبس. حلوة دي وباي باي. وانت بتكون في الجاز سبب الكلاب، خلينا نبقى وخصصين لكوية على الكلاب.